انتهى. يمكن الناس دي انا والله العظيم بحلف انت طبعا ما تعرفهاش ولا انا اعرفها، احنا بناخد جزء من الناس كده كعينات عشان كل واحد يقول رايه. اظن بعد الكلام اللي بيقوله الناس دي ان كابتن طه ساب سيره ذاتيه فوق الوصف باخلاقه بلعبه بتواجده سواء في التدريب او في الاداره او في كل شيء. هتقول ايه كلمه بسيطه للناس دي يا كابتن؟ هقول اولا نمرة واحد، انا يعني بأدين لهؤلاء الناس سواء اللي اتفرجوا عليا ولا دعموني حتى بالكلام الآن، بدين لهم بهذا هذه الإشادة اللي قالوها، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون حسن الظن بيها فيها، وفي نفس الوقت بشكرهم شكر كبير جدا، لأنه أنا كان برضو التصاقي بالجمهور وأنا بلعب جماهير، وإحنا بنلعب كان بتدينا حقنا في وقتها، يعني أجيب جول الاقي جمهور بيهتف طه طه طه، جمهور النادي الاهلي صالح صالح صالح، رفعت رفعت، كان بيدي لكل واحد في وقته، دي حقيقه بيدي له الاشاده، ودي كانت حاجه بتترك في النفس اثر كبير جدا، ودي بتبقى لحظه السعاده. اللي لما بنيجي ندرب اللعيبه بنقول لهم ايه؟ بنقول لهم لحظه السعاده دي لما بيجيب جول. طيب عشان تكتر لحظات السعاده دي لابد تستميت في التدريب، بس تقدر تعمل اللحظه دي واحده لحظه واثنين وثلاثه واربعه في الماتش بهدف واثنين وثلاثه، بدل ما تبقى لحظه واحده عشان تمتع الناس والناس تكتب باسمك، وهو نفسه بيحس بقى بالاشاده بحاجه طبعا يعني بقالها مفعول السحر في نفس البني ادم. ولذلك الواحد بيدين لله سبحانه وتعالى بفضله الكبير عليا في هذا الامر، وبيدين لهذه الجماهير بالاشاده ديت وبروحهم الجميله. ربنا يديم عليك يا كابتن طه. الحمد لله يا رب العالمين.